الدار البيضاء اوريو هاد العالم الرائده في لي بيسكوي دخلت الموسوعه غينيس. اجيو نشوفوا كيفاش وعلاش. غادي نحكموا الرقم قياسي عالمي اليوم في العدد ديال الناس اللي غادي ياكلوا اوريو دقه وحده واجدين. أيها سيادي، أوريو حطم رقم قياسي عالمي جديد من خلال تنظيم هاد الحفل اللي حضر ليه 2482 شخص، كلهم جاو يدوقوا المنتوج ديالنا اللي المغاربة كاملين كيحماقوا عليه واللي تم إنتاجه في المغرب أخير مارس 2015 باستثمار بلغ 105 مليون درهم. أوريو عزيز على المغاربة كاملين، هاني بعدا أنا كنعترف بها. أوريو هاد البسكويت البنين متوفر بشكل كبير في مختلف جهات المملكة وغير بزوج دراهم. إوا دابا كلشي يقدر ياكل أوريو. كنطلب من الله إلا لقيت شي حد يعاوني ونشوف الناس يعاونوني ونجرب ولدي. ما ودار لحد الان واخا قالوا لي ما عندوش امل انه يعيش، ما جالساش كنجري به فما كيقولوا لي الناس. لم تمر الا ايام قليله على بث قناه شوف تي في ريبورتاجا يحكي معاناه اسره مع طفلها ذي الربيعين. الم به ورم سرطاني بمؤخرته وتطور الى ان اصبح وضعه خطيرا، حتى تحركت وزاره الصحه في شخص الوزير الحسين الوردي الذي تكفل بحاله الطفل انور وامه الحامل في شهرها السابع. انا خلاتني بناسنا سريناش باش ما يبقاش التحريق، ودخلت انا ودخلت لكنك باش يعطي واحد اللي يتلمو تبلت في الثانيه الا بغات تشوفوا هذا. احنا السلام عليكم. انا غير بغيت نشكركم بلي ان السي الوزير صافت السي خالي باش يمثلو باش يقول لك بلي غادي يتكفل بمجرد ما السيد الوزير جاء واحد الخبر بان مواقع التواصليه الالكترونيه وكاين واحد الفيديو كتداول واحد الفيديو كتبين واحد القصه ديال واحد العائله مع المحنه ديال ابنها انوار وخاصه الام في ديك الساعه وفي ذاك الحين وبالمعود في السيد الوزير بالمعروف عليه وكالعطف الابوي وكمسؤول على الصحه ديال المواطنين اتصل بالام وطمئنها. كنشكر بعدا كنقدم الشكر لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكنقدم الشكر ثاني لوزير الصحه السي الوردي والشكر للمستشار ديالو السي خايدي انهم وقفوا معايا يعني باش يتكفلوا بولدي من الاول حتى الاخر، وقالوا لي نتكفلوا بك تانتي حيت حامله يعني تانتي غادي نتكفلوا بك. كنقدم لهم شكر كبير والحمد لله بعدا طحت في ايادي امينه اللي غادا تكلف بيا بولدي والحمد لله. كنقدم لهم شكر كبير وكنشكر قناه شوف تي في لاول مره صورت معايا وهي اللي طلقت الاخبار ديال ولدي، وكنشكر جميع المحسنين اللي حاولوا يساعدوني واللي ساعدوني. 10 اطباء مختصين يشرفون على حاله الطفل انور التي يؤكد الطبيب المسؤول انها مستعصيه ولم تظهر بعد ملامح طرق العلاج او المناوله للتاخير والاهمال الذي عانى منه انور واسرته بسبب الفقر. الآن طاقم تقريبا من 10 مختصين كيهتموا بهذه الحالة باش نشوفوا شنو هو أحسن يمكننا نقدموا له، واش الحالة ديالو كتسمح لواحد الجراحة أم لا، وشنو يمكننا نقدموا هذا الطفل مع العلم أنها واحد الحالة مستعصية اللي كتطلب واحد المجهود كبير من طرف واحد طاقم مختص في هذا الميدان. غادي نشوفوا المستقبل شنو غادي يعطينا باش نتبعوا الحالة ديال السي أنوار. رغم إشارات الأطباء سالفا إلى أن أنور ميت لا محالة وأن لا أمل له في الحياة، ظلت سهام متشبتة بالأمل الذي تبعته ابتسامة طفلها أنور، خصوصا بعد التفاعل والمواساة الذي خلقه بث ريبورتاج الحالة. الحمد لله دابا هادو بعدا كاين امل، عطاوك امل وقالوا لك حنا غادي نتكلفوا به، ماشي بحال وحدين كيقول لك دي ولدك تيموت عطيه قدرك تيموت. بعدا هادو لقيتهم بعدا عطوني امل والحمد لله كنشكرهم بزاف. وما عمرنا ما تنحيدوا الامل، غادي نخدموا حتى لاخر حرق واخر وقت منا باش ننقذوا الطفل هذا وننقذوا ونساعدوا الام ديالو الاب ديالو الام ديالو سهام. Ben, wow!
قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو وبلا ما تنساو ديروا جيم ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في ان سامبل كليك في هذا لو بوطون وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.